استاذ عبد العال من كفر الشيخ. ايوه استمع بي. ده انت اللي بيه، بس وطي التلفزيون الاول. حاضر يا استاذ، حاضر. وطي. انا مقدم على كارت البتلو بقالي شهور وماشي في الرابع دلوقتي. من اربع شهور؟ وماشي في الرابع دلوقتي. بقالك اربع شهور، طيب وطي التلفزيون بعد اذنك. حاضر يا سامحني، انا عايز اسمع لك برضه. ما انت هتسمعني من التليفون. بقالك اربع شهور مقدم على قرض البتيلو، ما صرفتش لغايه دلوقتي، وفي الموظف في البنك بيقول لك الملف رجع وهنيجي نعمل لك معاينه تاني، صح ولا لا؟ بقى عمل المعاينه للمره الثانيه. ايوه. برئيس البنك ولجنه معاه من القاهره. ايوه. او من قبر الشيخ تقريبا. تمام. واحنا عايزين، سمعت من 10 ايام ان هم بداوا يصرفوا في المرحله الثانيه. تمام. مش عارف مين هيجي ولا لا. هيجي والله ان شاء الله، ان شاء الله هيجي. بس انت بعد ما سمعت ان في المرحله الثانيه ابتدت الصرف ما سالتش في البنك تاني، صح؟ البنك اللي هو الفرع اللي هو بتاع القريه التانية ما رحتش سالت فيه تاني. بروح وبتصل بالمدير على طول. طيب انا النهارده ان شاء الله يعني في عدد كبير كلمني قبل الهوا واثناء الهوا. فلاحين، وانت سيادتك كلمتك مره قبل كده قلت لها اجي اصور عندك، واحنا لسه فلاحين يا سعاده البنك وقاعدين نشتغل ومعانا عيالنا ده احنا نتشرف لما نجي لك. بس خلي بالك احنا لما بننزل، انت عارف الريف المصري ما شاء الله واسع. يغسلكم عمر وقشطه ولا نعمل لكم اي واجب كده ولا حاجه؟ انت كلك واجب، وربنا ان شاء الله يوفقك. وهتابع لك مع الدكتور طارق سليمان النهارده، لان انا يهمني قوي ان انتوا تستقروا وان انتوا تشتغلوا وتنتجوا. وانا بشكرك وبحييك على ان انت مهتم. مجرد ان احنا عندنا رجاله بجد بتحب بلدها وعندها عزيمه ونشاط. بلدنا واللحمه بدات تنزل وبدانا نشتغل اهو ان شاء الله. حاضر يا استاذ عبد العال، بشكرك.